مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في الفقرة الثقافية الأسبوعية وإلى جديد أخبار الثقافة والفن. والبداية من المكتبة العائمة لوغوس هوب التي تعد أضخم معرض عائم للكتاب في العالم. رست هذه السفينة المحملة بالكتب مؤخرا في ميناء بنغازي الليبي، وهي تضم إصدارات من حوالي 58 دولة في تصنيفات تراوحت بين الأدب والعلوم والفنون وغيرها. واستقطبت منذ رسوها في الميناء قرابة 20,000 زائر. يشار إلى أن لوغوس هوب تبحر إلى معظم الموانئ الدولية وعلى متنها عشرات الآلاف من الكتب للبيع منذ العام 2009. في الجزائر تعود العروض المسرحية إلى الشوارع بمناسبة الذكرى 60 للاستقلال. منصتها الحارات والأزقة وجمهورها كل من يقابلها. تسرد هذه العروض حكايات عن حقب تاريخية مرت بها البلاد، وتشمل العزف والغناء المحلي. هذه الفنون الشعبية كانت حاضرة في وجدان الجزائريين على مر التاريخ، وهي اليوم تذكر الجيل الجديد بأجزاء ثمينة من هويتهم الثقافية. وعودة إلى السلطنة، كشفت دار الأوبرا السلطانية بمسقط عن موسمها الجديد الذي سينطلق في سبتمبر المقبل. يتضمن الموسم 43 عرضاً فنياً يعكس الثراء والتنوع الثقافي، فهنالك العروض الغنائية العربية إلى جانب عروض الأوبرا العالمية. من أهم فقرات برنامج هذا الموسم وقوف مؤدي الباليه الشهير روبرتو بولي لأول مرة على خشبة مسرح دار الأوبرا، وعرض لمجموعة الموسيقى العالمية يضم مزيجاً من موسيقى الفولكلور والجاز والبلوز. إذن هو موسم يحتفي بتنوع الأذواق الفنية والموسيقية ويتيح للمخيلة فرصة معانقة ثقافات العالم أجمع. كما لو كنا ننظر في مرآة ننتقي ونشكل عناصر الهوية التي تعبر عنا. بشار البلوشية الفنانة العمانية الشابة رأت في موج البحر امتداداً لروحها التي ترفض الحدود الضيقة والأنماط الثابتة. هكذا اختارت أن يجسد عملها المفاهيمي الأول علاقتها بالبحر. وقفت على حافة الموج وهي ترتدي شالاً عمانياً على رأسها، ولكن الشال ذاته يحمل نقوشاً من المغرب كدلالة على الامتداد والعبور. دعونا مشاهدينا ننتقل إلى ستال جاليري لنقترب من العمل الفني الذي يحمل عنوان هويات متعددة. اسم المعرض محور الكون، فإحنا لازم نبحث عن شيء يمثل محور كوننا كفنانين، فكل فنان عندنا اختار شيء مثله. عن نفسي أنا اخترت البحر، لأن البحر هو مصدر الثقافة بالنسبة لي. الستارة اللي اشتغلت عليها في العمل عادة تمثل هي كأنها موج البحر. موج البحر هو مجلب الثقافات عموما. وفي العمل اشتغلت أيضا على عمل السفساري المغاربي، جلبته كأن السفساري مغاربي على نقش الليس العماني، لأن كنت أريد أني أدمج عدة ثقافات مع بعض. طبعا من الفنانين اللي أثروا فينا بشكل كبير الأستاذ حسن مير اللي هو الموجه الفني لصالة ستال، من الفنانين الرواد في الفن المفاهيمي في عمان. وأشكر أيضا مساعدة الموجه الفني الفنانة رقية، هي أيضا من الفنانين الملهمين، هم كانوا سبب الإلهام لأشارك في أول عمل مفاهيمي لي وأول عمل فيديو أني أنا شاركت فيه. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام جولتنا الثقافية لهذا الأسبوع، نلتقيكم الأسبوع المقبل. أما الآن فعودة للزميلين عايدة وعلي وبقية أخبار العاشرة. إلى اللقاء.